بكامل انطلاقة اشواط الانتاج، وهذا هو الشوط الرابع عشر في تعداد اشواط هذا المساء. اول اشواط الانتاج الخاص بالابكار اللي جاية من هجن اصحاب سمو الشيوخ وانتاج محميات الشيوخ مباشرة الى مقدمة الشوط. الشاهينية تأتي من هجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، يتقدم المجازف ليقدم لنا ايضا انتاج هجن الرياسة. المركز الثاني الوصول ايضا من الشاهينية لهجن الرياسة وبتواجد محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما افراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع يضمرها، بينما هناك الدخول في هذه اللحظات من اوزان لهجن انتاج ام الزبار جابر بن علي ايضا بن جابر النجم المري، يتقدم بايضا انتاج ام الزبار على المركز الثالث. غيرت المركز الرابع الشاهينية لهجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما المركز الخامس طماعة وصلت بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري في التضمير والتدريب. وصلت الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة راشد بن محمد بن سم المنصوري، بينما المركز ايضا هناك السابع وصلت في هذه اللحظات في سابع المراكز الشاهينية لهجن العاصفة وغياث الهلالي. المركز الثامن الوصول من النصيبة لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة النهيان، يتقدم بو سلطان عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي في عملية التضمير والتدريب. وصلت الشاهينية هجن العاصفة غياث الهلالي يقدم لنا ايضا انطلاقات الانتاج نوعيات الانتاج، بينما الشاهينية هجن سيح السلم عبد الله بن ثعيلب بن حمد الهاجري وصل في هذه اللحظات، ولكن الدخول من الزاوية الاخرى القادمة الشاهينية لهجن الرياسة ليتواجد ايضا صالح بن سعيد بن العري يقدم لنا انتاج هجن الرياسة. هكذا النتيجة للعشر المراكز الأولى، أسماء خلف العشر قادمة للمنافسة مشاهدينا الأعزاء. أول أشواط الإنتاج، أول اندفاعات الإنتاج، المؤسسات الفاخرة تقدم النوعيات الفاخرة بالفعل. الصدارة مع الشاهينية، الشاهينية في المركز الأول لهجن الرياسة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. أفراح أفراح ونحن نعيش هذه الافراح الغاليه من مهرجان ولي عهد دبي، لتتقدم ايضا بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع يضمرها، يتابعها في عمليه التضمير والتدريب. اوزان هجن انتاج ام الزبار جابر بن علي ايضا بن جابر بن نجم المري. وصل ايضا النجم، يتقدم بنجوميه الساحرة في عالم الأصايل. الشاهينية قادمة لهجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، أيضا يصل شعار هجن العاصفة وبتقدم غياث الهلالي. خذت المركز الثالث، غيرت من مركز الى اخر، غيرت في تحديات ايضا مميزه. هجن سيح السلم، هجن سيح السلم ايضا تتقدم مع الشاهينيه وعبد الله بن ثعيلب الهاجري. وصل الله الله، مزايا مزايا مزايا. وصلت ايضا هجن انتاج ام الزبار حمد بن سالم بن حمد بن بريك المري. التضمير والتدريب، الشاهينية لهجن الرياسة ايضا من الزاوية الاخرى. ايضا صالح بن عري يتقدم، صالح بن سعيد بن عري المري يقدم لنا ايضا انتاج هجن الرياسة. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة. التحديات هنا مع الشعب.
بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي يتقدم مع المركز الأول ومع الشاهينية ومع اندفاعات الشاهينية. 1200 بدأنا بالاقتراب من الكيلو المثير. مزايا قادمة، هجن انتاج من زبار ليتقدم هناك أيضا حمد بن سالم بن حمد بن بريك المري. الشاهينية على المركز الثالث، هجن الرياسة الحمر وإنتاجه، الخطر وإنتاجه بالعري، صالح بن سعيد بالعري. المري يقدم أيضا إنتاج هجن الرياسة في عملية التضمير 800 متر الأخيرة، جولة الأوامر. شعار هجن العاصفة على الصدارة على المركز الأول، يتقدم من خلال هذه النجومية ومن خلال غياث الهلالي. مزايا هجن إنتاج أم الزبار، حمد بن سالم بن حمد، أيضا بن بريك المري. هناك الشاهينية في المركز الثالث لهجن الرياسة، صالح بن سعيد بالعري يقدم لنا هذه الانطلاقة. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة. الله الله الله، 400 متر الأخيرة، هجن العاصفة، هجن العاصفة، هجن العاصفة. هنا مشاهدينا الأعزاء، انتاج مختبر ند الشبا. يا سلام يا سلام يا غياث، روح يا غياث. هناك انتاج هجن أم الزبار وانتاج أيضا ند الشبا من الأم والأب، أيضا يتقدم على الصدارة الأولى، على المقدمة الأولى. يا سلام يا سلام. أيضا الشاهينية هجن العاصفة، تهانينا لسيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا لهجن العاصفة، شكرا غياث الهلالي، تهانينا للقائمين على هذا الانتاج. المركز الثاني هناك أيضا وصلت اللي هي مزايا هجن انتاج من زبار، ثالثا الشاهينية هجن الرياسة، رابعا الشاهينية هجن الرياسة، خامسا النصيبة سمو الشيخ طحنون بن محمد بخليفة آل نهيان. تهانينا والناموس. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، نعود بالتوقيت الزمني. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، هنا التوقيت الزمني بسبع دقائق 24 ثانية، أربع أجزاء من الثانية الشاهينية من هجن العاصفة وإنتاجها الفاخر. تهانينا لغياث الهلالي المركز الثاني، سبع دقائق 25 ثانية، خمس أجزاء من الثانية هي مزايا هجن إنتاج أم الزبار. تهانينا أيضا للمضمر حمد بن سالم بن حمد، أيضا بن بريك المري، سبع دقائق 28 وفاء وتماما وكمالا. الشاهينية من هجن الرياسة وإنتاجها بقيادة صالح بن سعيد بالعري. تهانينا والنام.